وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمعروفة اختصارا باسم الأونروا. طبعا الأونروا عمرها من عمر القضية الفلسطينية، تقريبا الأمم المتحدة أسستها سنة 49 عشان تقدم الدعم والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين نتيجة حرب العصابات الصهيونية على أرض فلسطين وسرقة بلدهم. الوكالة شغالة في الأماكن اللي فيها لاجئين فلسطينيين، في الأردن وفي لبنان وفي سوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. تمويلها بيجي من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بشكل طوعي. يعني احنا بنتكلم عن وكالة تابعة للأمم المتحدة اللي هي نظريا بتمثل مجلس إدارة العالم والمرجع بتاع شرعية العالم ووكيله في تطبيق القانون الدولي، وده شيء احنا عارفينه من سنين. لكن إسرائيل لا بتعترف بمنظمات دولية ولا بتحترم قانون ولا بتصون شرعية ولا أي حاجة، دولة بتمارس الإرهاب برعاية دولية من القوى العظمى اللي زرعتها زي السرطان في جسم الشرق الأوسط. وبالتالي استهدفت الموظفين التابعين للأمم المتحدة، قتلت 17 موظف على الأقل من بتوع الأونروا. الوكالة الدولية هي اللي بتعلن ده، هي اللي بتقول إنه إسرائيل بتقصف المناطق اللي طلبت من سكان شمال القطاع انهم يروحوا لها. طبعا كل موظفين الامم المتحده متحاصرين في غزه زيهم زي الفلسطينيين، ولا اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا وقود ولا صرف صحي ولا مي ولا حاجه خالص. وكاله الاونروا بتقول للعالم خلاص ما بقاش تحت ايدي حاجه اقدمها ولا اعملها، وبتحذر من ان الناس هتموت من الحصار من غير ولا اكل ولا ميه. ده لو ما ماتوش من الف صاروخ والقنبله اللي بتترمي عليهم كل يوم. وبتحذر من ضرب واستهداف المستشفيات ومنع الامدادات عنها. بمناسبه المستشفيات، النهارده الحقيقه يعني شفت تقرير من داخل احد المستشفيات العنايه المركزه فيها، بيضطروا يشيلوا ناس منها، يخرجوا ناس منها، ناس حالتهم صعبه جدا، ناس بجد حالتهم صعبة عشان ناس حالتهم أصعب. تخيلوا إحنا دلوقتي في العناية المركزة في المستشفيات في غزة بقى يعني مين اللي حالته أصعب في العناية المركزة يتشال اللي حالته صعبة عشان يدخل اللي حالته أصعب. لسه حالا دلوقتي، حالا دلوقتي زمايلي بيقولوا لي في مستشفى في غزة بتتضرب وإحنا دلوقتي بنتكلم. المستشفى اللي إيه يا جماعة؟ المستشفى الأهلي اهو واحنا بنتكلم. 500 مره واحده، 500 مره واحده استشهدوا بسبب ضرب المستشفى الاهلي في غزه. طبعا غير بقى ضرب المدارس. وكاله الاونروا بتقول للعالم انها اهو واللي بيحصل واحنا على الهواء، والوكاله برضو بتقول احنا مش قادرين ولا نحمي ولا نساعد، والناس يعني خلاص يعني هتروح في طيس. واضح انهم هيرفعوا الرايه البيضاء في الاونروا، والناس بقى تموت بالبطيء قدام العالم الصامت على ضرب مؤسساته والدوس على قوانينه تحت رجلين حكومه الارهاب في تل ابيب.